إذا كان الجنب خائفا عند الغسل أن يغسل رأسه، هل يجوز له أن يتيمم للرأس فقط؟ لا أدري ما معنى الخوف. إن كان برأسه جراحة ويخشى أن غسل رأسه على نفسه من تسرب الماء إلى الجراحة جاز له أن يغتسل وألا يغسل رأسه ولا يصيبه الماء ويخفي المسح عليه. أما إن كان ذلك في الإحرام ويظن أن المحرم لا يغسل رأسه فهذا خطأ، فإن المحرم يغسل رأسه. نعم.